المراهقين من فوضويين كسلانين ضايعين ومش مركزين، هذه أكثر مرحلة من العمر بيكونوا فيها مبدعين وقادرين يفكروا بأشياء جديدة. هذه المرحلة بيصير فيها نمو كتير كبير ومفاجئ، وقديه نحن الأهل منتجاوب إيجابياً مع أولادنا قديه هن بشكل صورة صحية عن الحياة اللي ناطرتهم. المراهقين دايماً فتحين إيديهم لكل شيء جديد ومش مألوف، لأنهم محمسين للحياة ومتشوقين يعملوا الأشياء العادية بطريقة جديدة ومميزة. بس كمان لازم ننتبه أنه هيدا أحياناً له سلبيات، لأنهم بيصيروا يطلعوا بأفكار ممكن تعرض حياتهم للخطر. كرمال هيك لازم نضل فتحين الحوار معهم ونضل مقربين منهم.